مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم من غير كلام. يسعدني سيداتي آنساتي سادتي أن أقدم لكم نجومنا المشتركين معنا في من غير كلام والفريق الأبيض ألف سيد زيان، أحمد ماهر، محمود الجندي، ومحمود الألعاوي. والفريق الأخضر فريق به المنتصر بالله أحمد بدير، أسامة عباس، ويونس شلبي. بيتنا أعزائي المشاهدين فورا وبدون توقف، وفريق الأبيض فريق ألف وسيد زيان. أبيض وانت أبيض وقلبك أبيض، في فرق مش أبيض قوي. أوكي يلا. فيلم قديم، كم كلمة؟ ثلاثة. ثلاثة أهو. أغنية حرف من غير تانية. شد حيلك. ألف ولام. لا ألف وادي حرف تاني. من أجل غير مسموح من لك. أجل من أجل حاجة، من أجل أولادي، من أجل أبنائي، حبي، من أجل حبي. من أجل حبي. إجابة صحيحة وروح رياضية متفوقة مليون الشلبي، لأنه ساعد فريق ألف في الإجابة على هذا السؤال اللي بيستحق عليه 3 درجات. وأول سؤال النهاردة في الحلقة بيبقى فتحة خير على فريق ألف، نتمنى أنهم يستمروا، ونتمنى حظ سعيد أيضا لفريق به. ونبدأ معاه والمنتصر بالله. يلا يا مونتي. بس مش حكايه يونس دي، يقعد معاهم بقى يبدا يعرفوها بعد دقيقه. اذا كانوا جابوا من اجل مش عارف بعد دقيقه يعرفوها. الفيلم جابوا الفيلم اللي جاوب عليه فريق ألف هو من اجل حبي، وهو فيلم من انتاج سنه 59 وبطوله فريد الاطرش ومجدة، ومن اخراج المخرج كمال الشيخ مع فريق به والمنتصر بالله. و ما تضايقش نفسك، ما تضايقش نفسك. كلمة كلمتين. الأولانية الاتنين بقى ألف. الاتنين فوق ألف ولا الأولانية فعل القبضة. فعل ماضي. فعل ماضي. القوة. المستقبل. اللي كان. المستقبل. السعيد. المستقبل. خلاص. المستقبل الوحش. المستقبل. المستقبل الغامض. الفيوتشر. المستقبل الغامض. المجهول. المجهول. المستقبل المجهول. إجابة صحيحة لفريق به، بيستحق عنها 3 درجات، ويصبح التعادل 3-3 بعد أول سؤال للفريقين. وفيلم المستقبل المجهول
من إنتاج سنة 48 وبطولة أحمد سالم نور الهدى ومن إخراج أحمد سالم أيضا. ونلتقي مرة أخرى سيداتي آنساتي سادتي مع فريق ألف وأحمد باهر. أيوة يا أحمد. أيوة يا أحمد. جدا جدا سهلة سهلة. يلا ثلاث فيلمات. ايه فيلم ولا فيلم قديم؟ الاولانية. ايوه ايوه ايوه. مش ممكن. مش معقول. مش لا 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 دي مش دي خالص. ايه بدون كلام ارجوك. أيوة. بدون كلام. ايوه مع مين؟ بعد الميم. مع السلامة. اللي بعد الميم. مع السلامة. اللي بعد الميم اللي هو ده الأول كلمة. عايزين التالتة. أيوة التالتة تابتة. جيب جيب جا 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 ما تشاورش جامد. يخصم درجة من فريق ألف لأن استعمل تالت حرف. برافو. مستعجل. مين؟ ايوه ايه دي؟ ايوه اذا ما خدوش حاجه صفر النقطة بالسؤال اللي بعديه. مين؟ اذا ما خدوش صفر. ايه دي؟ خمسة. هوا هوا جو. مهما مهما قلت لك مهما ايه؟ ما هلا بيه. هات اسهل كلمة في الثلاثة. ايه؟ فيهم قل. في كلمة فيها قل؟ الأخرانية. الأخرانية قل. لا الأخرانية هو هشرحها. ما انت قلت الخلل ده. الأخرانية معلش ما تخص منهم درجة. ما يمسكش ما يشاورش على جيبه. جامد. جدا. جدا. موضوع مهمة جدا. مهمة جدا. جدا. مهمة رسمية جدا. مهمة صعبة جدا. صعبة جدا. اسم فيلم سينمائي استاذ ابو زيد اتحط لهم درجة واحدة فقط. انا قعدت ساعة. درجة ايه؟ درجة دقيقة. مهمة صعبة جدا. وعشان يقولها بس لانه خرج عن قواعد اللعبة واستخدم اكثر من شرح حرفين بالاشارة فبالتالي يخصم منه درجة ويبقى من حظهم درجة واحدة فقط. ومهمة صعبة جدا. فيلم سينمائي انتج سنة 1986 وكان من بطولة نورة وصلاح السعداني واحمد ماهر وفاروق الفيشاوي ومن اخراج حسين عمارة. نعود مرة اخرى الى فريق ب واحمد بدير. حلو فيلم يا دي مش قوي. كم كلمه؟ كم كلمه؟ ثلاثة. كم كلمه؟ ثلاثة. اثنين فيهم قل. الاولانيين الاول ثلاث حروف. ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ثلاث مشاغبين. ثلاث حرامية. ثلاث لصوص. ثلاث حرامية. ثلاث لصوص. ثلاث لصوص. إجابة صحيحة يستحق عنها فريق به ثلاث درجات. ثلاث لصوص. فيلم سينمائي أنتج سنة 46 وكان من بطولة فريد الشوقي وهند رستم وإخراج فطين عبد الوهاب. ثلاث درجات لفريق به. ونعود لفريق ألف و محمود الجندي. تفضل. بص خليك في فيلم. مسرح. مسرح. ثلاث كلمات. ثانية في ماشي. ها
التالتة. الأرض قاع زرع نبات فيها ألف ولام. الأولانية. الثالثة بقى. الأولانية. 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 خلينا في الأولانية. يلا يا محمود. فص فص جواهر جوهرة في الوحل. جوهرة في الوحل. إجابة صحيحة لفريق ألف جوهرة في الوحل. مسرحية من مسرحيات يوسف وهبي. وإجابة صحيحة بيستحق عنها فريق ألف ثلاث درجات وبتصبح النتيجة 7-6 وبننتظر فريق ب وأسامة عباس. بلار يا نعاوي. الشايب لما يدلع قديم رحال. انا وهي هو الثالثه هم ثلاثه اللي في النص. اللي في النص انا راجل. راجل لا انت راجل ايه؟ ارميها. رمينا الراجل. الثالثه راجل خاتم. راجل متجوز. ارميهم. ما تشرحش بقى. الاولانيه دخل. تعبان. تعبان. الجحر. شيطان. التعبان. الشعبين. شيطان عايز يتجوز. فعلا بقى. فعلا. ميت عايز يتجوز. سم. سم. سم ولا ايه؟ دلوقتي احنا رمينا عايز يتجوز. الحية. الراجل. الراجل. راجل يتجوز. راجل. الراجل يتجوز. الدقيقه الاولى. الراجل راجل. راجل متجوز. راجل متجوز. متجوز. الاولاني. الاولانيه بقى هنقول اغنى حرفين. تعبان. جحر. لا ايه ده؟ لا 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 مصيادة. اللي جوه المصيادة. فار. مصيادة. المصيادة. مصيادة. 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 شيل المصيادة. أول حرف. مص. صيد. صيد. صيدة. مص. مصيادة. بلاش. حطها. مصيادة. مص. مص. الكلمة. مصايد. المصير. مصيادة. 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 حطها. مصيادة لرجل متزوج. مسرحية تلفزيونية بطولة سهير البابلي وصلاح ذوالفقار. لا أرانا الله مكروها في عزيز لديكم. أيوة سيدة. أيوة. مسرحية بطولة صلاح ذوالفقار وسهير البابلي. مصيادة لرجل متزوج وللأسف بيخفق فريق به في الإجابة على هذا السؤال وبالتالي لم يستطع الحصول على أي درجة وبيظل رصيده متوقف عند 6. ونعود لفريق ألف ومحمود العلاوي. بتتخانقوا ليه؟ خلاص هنبتدي هنا ثلاث درجات. خلاص اتفضل. اسمها ايه بقى؟ فيلم قديم. ثلاث كلمات. الكلمه الاولانيه الف حرف في في من من, من. الثانيه بقى مفيش. من غير. من غير ايه؟ من غير سلام. سلام. من غير وداع. من غير وداع. إجابة صحيحة وثلاث درجات لفريق ألف ومن غير وداع. فيلم سينمائي أنتج سنة 1951 بطولة عقيلة راتب عماد حمدي ومن إخراج المخرج الراحل أحمد ضياء الدين. إجابة
وثلاث درجات لفريق ألف وبيرتفع رصيده إلى 10 درجات، ونعود لفريق ب ويونس شلبي. يلا انت الأمل والمنى والحل والأوهام. ايه هو الكلمتين الاولى؟ ايه هو؟ عسكري، كمساري، كمساري، حاكم، حاكم الهوى، حكم الهوى، حكم الهوى، حكم الهوى، حكم الهوى. ثلاث درجات لفريق به وحكم الهوي، فيلم سينمائي مصري من انتاج سنه 1951، بطولة هدى سلطان، محسن سرحان، ومن إخراج مخرج الروائع الراحل حسن الإمام. ثلاث درجات والتعادل، إنما يتبقى سؤال لفريق ألف وسيد زيان. 10-9 ماشي. تفضل. قول يا سيد الجرس. ها فيلم، فيلم. راح كم فيلم؟ ثلاثة. انت بتاخد وقت كبير قوي. الاولى والاخرانية زي بعض. ايه الاولى دي؟ التالتة. مالها؟ الف ولام. سيبها بقى. الاولانية الراجل، الباشا، رجال، الرجالة، رجال، رجال، رجال. تانية حرف رجال فيه. العاصفة. ثلاث درجات لفريق ألف لأنهم جاوبوا عن هذا السؤال. رجال في العاصفة، فيلم بطولة هند رستم والممثل المرحوم رشدي أباظة، ومن إخراج حسام الدين مصطفى، وهو من إنتاج سنة 1960، وبيرتفع رصيدهم إلى 13 درجة. وعودة إلى فريق ب والمنتصر بالله. يلا جرس، جرس. يلا فيلم. مدفع. فيلم مدفع. بندقية. رشاش. بندقية. بنادق. مسدس. 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 طلقة. طلقة في الظلام. طلقة في الظلام. الرصاصة ما زالت في جيبي. الرصاصة لا تزال في جيبي. في جيبي. لا. ثانية واحدة. احنا قلنا له يعلن. الرصاصة لا تزال في جيبي. إجابة صحيحة. كمل يا منتصر. إجابة، إجابة صحيحة. اقعد يا منتصر، اقعد يا منتصر، اقعد. الرصاصة لا تزال في جيبي، فيلم سينمائي من إنتاج 1974، والفيلم كان بطولة محمود ياسين، نجوى إبراهيم، ومن إخراج حسام الدين مصطفى. إجابة صحيحة وثلاث درجات لفريق ب، وعودة إلى فريق ألف وأحمد ماهر. مسرحية. كم كلمة؟ كلمتين. ألف ولام فين؟ ألف ولام. الاثنين. القديمة. أنت فيها؟ لا. أنا. أحمد. الرجل، الطفل، الولد، الولد الشقي، الولد الشغال، الولد ايه؟ الولد 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 ايه؟ الولد العجيب، الولد ايه؟ اللي بيحبي. الولد لا، بدون استخدام. الولد النونو. اي اصوات. الولد النونو. الولد الولد الم الواد النمس. إجابة صحيحة. الواد النمس مسرحية من مسرحيات محمد نجم، والإجابة صحيحة. وثلاث درجات لفريق ألف، وعودة إلى فريق ب وأحمد بدير. شكرا.
يلا اتفضل. مسرحيه. مسرحيه. كلمتين. كم كلمه؟ كلمتين. كلمتين عارف انا. الثانيه معروف. الف ولا الثانيه ست. الملكه. السيده. باللغه العربيه بقى. باللغه العربيه. المراه. المراه. الانثى. الانثى. الانسه. الانسه. هي واحده ولا السيده؟ الام. السيده. الام. الام. الامهات. ماما. السيده. السيدات. السيدات. جامع ولا فرد؟ واحدة. السادة. السيدة. السيدة. الوالد. الوالدة. مين بقى؟ السيدة. طب الأولانية بقى؟ ألف ولام. السيدة. السيدة. المدام. المدوزلات. المزمزلات. مدام. 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 مدام أدن عشان اتلاقى حبيب. خلاص. مدام. الأولانية بقى. الأولانية. رميناها. رميناها. الأولانية. الأولانية. المدام. المدام. الأولانية بقى. ال. الدفتر. الحساب. الحساب. الدقيقة الأولى. الفلوس. المحفظة. المحفظة. معايا. المحفظة. 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 محفظة المدام. المحفظة. يا مدام. يا مدام. المحفظة يا مدام. إجابة صحيحة ودرجتين لفريق ب. المحفظة يا مدام مسرحية قديمة جدا جدا من مسرحيات نجيب الريحاني. أنا شخصيا ما سمعتش عنها. المحفظة يا مدام. ودركتين لفريق به. ونعود لفريق ألف ومحمود الجندي. تعالى هنا يا جندي. قول يا حبيبي. كلمة واحدة. ألف ولام. الكلمة بقى. بعد الألف ولام. أيوة. الأولان ولا الثاني؟ الثاني. ألف ولام. خمسة. خمس حروف. ماشي. ألف ولام. يبقى سبعة. تمام تمام ماشي. الثالث. الحرف الثالث. ارحم من دموعي. قول حاجة. ده آخر المتام. أقول الألف. دي له لنا إيه ده؟ غير ألف. في حرفين غير ألف. الأل حرف يعني. لا دول حرف. مشاورة. تعادل. التعادل. مشاورة. المعادلة. معادلة. المعادلة. المعادل. انتهت الدقيقة الأولى. المعادلة. محمود الجندي مش الحاجة. المعدول. العدل. العدل. العدالة. لا مشاورة. المساواة. خب عليك بقى. المساواة. التساوي. الصحيح. العاوي يضرب الوزن. يقول حاجة تانية. ثلاث نقط. ايه ده عمل له سكينة. روح بص للكارت تاني يا جندي. ماشي كويس. انت ها ايه يا عمه؟ استنى يا يونس. استنى حاضر يا حرام. ما بزعل عوض. سلم. ها البدروم. البدروم. ايه ايه العداله؟ البدرون. البدرون. اجابه صحيحه ودرجتين لفريق الف. البدرون فيلم سينمائي انتج سنه 1987 وهو من بطولة ليلى علوي، سهير رمزي، جلال الشرقاوي، ممدوح عبد العليم، ومن إخراج عاطف الطيب. إجابة صحيحة ودرجتين لفريق ألف. ونعود مرة أخرى إلى فريق به وأسامة ويونش وأسامة عباس. قديم. اثنين. الثانية ارميها. الأولى. ألف ولام. الثانية ألف ولام. قلب. الحب. القلب. الحب. 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 بس رمينا الحب. دي الثانية. الثانية. الأولى. الأولانية. مجنون.
مجنون الاسم جنان اشاعه جنان اشاعه لا جنون الحب الوسط اجابه صحيحه وثلاث درجات لفريق به جنون الحب فيلم سينمائي جنون الحب فيلم سينمائي والاجابه صحيحه وثلاث درجات لفريق به وتصبح النتيجه الان الفريق الابيض الف 18 الفريق الاخضر به 17 درجة وعودة مرة أخرى لمحمود الألعاوي من الفريق الأبيض فريق ألف يلا قول ألعاوي فيلم أربع جمل أربع كلمات ماشي الأولانية الحب أربع جمل القلب مفيش حب في الف ولام في الاربعه خلاص حب ها مش عارف الفرق بين الجمله والكلمه يعني الثانيه الضائع عكس عكس ضد العكس في من لا الحب لا لا حب لا لا يا رب لا يا رب حب الهراء الشمس اجابه صحيحه وثلاث درجات لفريق الف وحب لا يرى الشمس فيلم من بطولة نجلاء فتحي فريد شوقي محمود عبد العزيز ومن إخراج أحمد يحيى وأنتج هذا الفيلم سنة 1980 السؤال الأخير للفريق الأخضر به ويونس شلبي قلب 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 زعلان الوحش وحش الاسد قلب الاسد عاشور عاشور قلب الاسد اجابه صحيحه للفريق به وثلاث درجات وعاشور قلب الاسد فيلم من بطوله عبد السلام النابلسي زهره العلا تحية كاريوكا ومن إخراج حسين فوزي وأنتج سنة 1961 إجابة صحيحة وثلاث درجات لفريق به وتصبح النتيجة النهائية الآن بعد انتهاء هذه المباراة بين الفريقين الفريق ألف الأبيض 21 والفريق الأخضر به 20 ويتبقى سؤال اللي هيجاوب عليه أعتقد أنه هيكسب هذه الحلقة لأن الفرق درجة واحدة فقط فيلم فيلم ولا ايه الله فيلم فيلم كم كلمه نجات صغيره كم كلمه لا تكذبي لا كم كلمه ثلاثه انا مراتي صاحبي زوجتي انا حبيبتي انا وحبيبي خطيبتي ماشي فاتت جنبنا لا اتجبنا ايه ايوه انا هنا شويه بص لنا شويه عشان نصلي شويه ايوه خطيبتي انا وخطيبتي خطيبتي بنتكلم انت جيت فايت من جنبنا العوازل حاجه ضربها ساكن قصادي لا مين قال لك العوازل العزول العوازل عزولي بيتكلموا علينا العوازل العوازل انهي كلمه مش عوازل هم لا ايه العوازل هي الف لام فيها هي كلمه واحده ثلاث جمل الاولانيه العوازل العوازل الاخرانيه كلام بيتكلموا علينا العوازل يا ما قالوا العوازل يا ما قالوا اجابه صحيحه لفريق الف ويفوز بهذه الحلقه فريق الف بعد هذه الاجابه العوازل يا ما قالوا اغنيه من اغنيات نجاه الصغيره وتنتهي هذه الحلقه سيداتي انساتي سادتي بفوز الفريق الابيض الف على الفريق الاخضر به وسيداتي انساتي سادتي نرجو ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه وتصبحوا على خير